بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله طلبتنا الأعزاء الأفاضل وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم محاضرات سلسلة محاضرات الفسلجة الطبية المقدمة من قبل الدكتور الاختصاص ميسم محمد حسين الكعبي. وصلنا وإياكم إلى Unit 2 Blood and Body Fluids Lecture 9 اللي هو Packet Cell Volume. Packet Cell Volume and Blood Indices. شنو معناها؟ معناها حجم الخلايا المعبأة Packet Cell Volume، والBlood Indices معناها مؤشرات الدم. هذا يعني رسم توضيحي مبسط عن Definition of the Hematocrit. عندنا هذا Total Blood، هذا Original Blood Volume، زين خلينا نقولها Sample of Blood. وهاي هنا أنا بعد ما سوينا سنترفيوج راح ندعون لها التفاصيل، انه راح تعطينا هذا الـ RBC ماس، هذه النسبة، وهذه البلازما والوايت بلاد سيل. زين هنا راح يشيلون هاي الهيماتوكريت والبرسنتج اوف ريد بلاد سيل ماس المنت اوريجينال بلاد فوليوم، يعني نسبة هاي كريات الدم الان المترسبة الى نسبة الدم الكلية الاصلية. الباكت سيل فوليوم راح نرجع على تعريفه is the proportion of blood occupied by red blood cells expressed in percentage. إذن هي نسبة الدم التي تنشغل بواسطة كريات الدم الحمراء اللي هي مثل ما قلنا احنا RBC mass، ويعبر عنها بالنسبة percentage. It is the volume of the red blood cells packed at the bottom. إذن هي حجم كريات الدم المعبأة في أسفل الأنبوبة of the hematocrit tube when the blood is centrifuged. شو وقت هاي طبعا تكون تحدث؟ هذه لما نسوي عملية احنا ما يسمى بالطرد المركزي، زين انتهاء فترة الطرد المركزي نسميه centrifuge. It is also called hematocrit value or erythrocyte volume fraction. Method of determination، طريقة يعني تحديد هذه البكت سيل فوليوم. The blood is mixed with the anticoagulant اللي هي الأثلين دايامين تترا أسيتيك أسيد أو هيبارين، مادة مضادة للتخثر، and filled in hematocrit or ونيتروب تيوب. طبعا هاي الونيتروب تيوب عندنا نوعين من التيوب ناخذها إن شاء الله، أخذناها بالمحاضرة السابقة الليكتشر 8 اللي هي الـ ESR 110 مليم لونج and 3 مليم بور up to the 100 marks، تكون مدرجة إلى حد المئة درجة. The tube with the blood is centrifuge. راح نحطها بالcentrifuge. نسمي قلنا شو مسمينا الطرد المركزي، جهاز الطرد المركزي. At a speed بسرعة 3000 revolutions per minute. اللي هي شنو نقول 3000 دورة بالدقيقة. اللي هي نسميها round per minute. For what long? About for 30 minutes. لمدة 30 دقيقة. Red blood cells packed at the bottom form the packet cell volume and the plasma remains above this. البلازما مثل ما قلنا راح تبقى هذا البلد اللي هو الـ RBC mass راح يصير بالبوتوم تترسب بالقعر الأنبوبة، وهذا كله راح يكون البلازما content. And هنا قلنا plasma remains above this in between the red blood cells and the plasma there is a white puffy coat. زين وايت بوفي كوت عم اوضح بالرسم الاخر هنا، هاي وايت بوفي كوت، هاي شوفها وايت بوفي كوت، هاي الار بي سي، هاي الوايت بوفي كوت وهاي البلازما. فهنا الوايت بوفي كوت which is formed by white blood cells and the platelets، تتكون كريات الدم البيض والصفيحات الدمويه. In the laboratories with modern equipment hematocrit is not measured directly. يقول بالمختبرات يعني الحديثة متى نقاس بصورة مباشرة؟ تقاس بصورة غير مباشرة indirectly by auto analyzer. It is determined by multiplying red blood cell count. شلون يحسبوها؟ يضربون المعدل عدد كريات الدم الحمراء by mean cell volume في معدل حجم الخلية. However some amount of plasma is always trapped between the red blood cells، فراح يكون تتداخل وياها شنو كمية من البلازما، لذلك تعتبر تعتبر دقيقة، ولكن الدقيقة هي accurate value is obtained only by direct measurement of the packet cell volume، إذن بالطريقة المباشرة فقط. Significance of the determining packet cell volume
عنها as we mentioned ان هذه احنا هسه هذا التيوب بها sample of blood centrifuge تقريب نصف ساعة 3000 راوند بير مينت 3000 دورة بالدقيقة يفتر بالجهاز الطرد المركزي. ايش راح يعطينا؟ يعطينا هذا النورمال، هذا النورمال بلاد فاليو اللي هو قلنا هذا سلباكت سيل فوليوم، هذا الوايت بافيكوت اللي هو بها وايت بلاد سيل وبها بليتلت، وعندنا البلازما اللي تحتوي على الووتر والبروتين والنيوتريانس والهرمونز اند الى اخره. النورمال بلاد هذا ايش قد البرسنتج عندنا بالفيميل؟ طبعا هي عده قراءات، هسه هاي قراءه راح تكون ناخذ قراءه ثانيه، يعني قراءات متقاربه تكون حسب الدراسات. 37% الى 47% هيماتوكريت، هاي بالفيميل. ان بالميل الرجل يعني بالمراه تكون هل 37 الى 47%، وبالرجل الميل 42% to 52% هيماتوكريت. هاي النورمال. الانيميا في حاله الانيميا فقر الدم راح شنو الديبرست الهيماتوكريت بيرسنت راح تقل، هذه نسبه الهيم الباكت سيل فوليوم راح تقل. بينما بحاله البوليسايثيميا اللي هي بحاله احنا يعني صار تزاحم بكرات الدم الحمراء، زين الفيتد هيماتوكريت راح ترتفع نسبه الباكت سيل فوليوم في امراض. طبعا يصير هاي حاله عندنا فيسيولوجيكال وعندنا باثولوجيكال. الانيميا لا دائما هي طبعا هي باثولوجيكال مع الفيسيولوجيكال انيميا. الترميشن اوف ذا باكت سيل فوليوم هيلب ان شنو تساعدنا باكت سيل فوليوم يعني لما نحتاجها دايجنوسيس اند تريتمنت اوف انيميا، تشخيص وعلاج فقر الدم نمبر 1. نمبر 2 دايجنوسيس اند تريتمنت اوف بوليسايثيميا، ايضا تشخيص وعلاج البوليسايثيميا. ديترمينيشن اوف اكستنت اوف ديهايدريشن، درجه الجفاف اللي تصير اند ريكفري فروم ديهايدريشن افتر تريتمنت، ومعدل الرجوع الى الحاله الطبيعيه بعد العلاج. نمبر 4 ديسيجن اوف بلاد ترانسفيوجن، وايضا من خلالها نقرر نقل الدم في حالات معينه من يعني حالات مرضيه معينه نقوم بنقل الدم من شخص الى اخر. نورمال فاليو اوف باكت سيل فوليوم ان ميل 40 to 45، ها طبعا قراءه ثانيه ذيك ساعه ان هاي قراءه اكو حسبها يعني دراسه معينه، وهاي ايضا في كتب اخرى تقول انه الميلز 40 to 45% ان فيميل 38 to 42%. Variation in the packet cell volume، شنو الاختلافات اللي راح تصير؟ Increasing in متى يعني ترتفع نسبة الباكت سيل فوليوم بالبوليسايثيميا، بالديهايدريشن الجفاف، بالدينغو شوك سيندروم ما يسموه تلازمة صدمة حمى الظنك، دينغو فيفر اللي هي تروبيكال ديزيز كوزد باي فليفي فيروس بنوع اسمه يسموه فليفي فيروس ترانسميتد باي موسكويتو ينتقل من خلال البعوضة نسميها الأديز ايجيبتي يسموها البعوضة الزعجة المصرية. يا جريد يا درجة، درجة الثالثة جريد 3 اور 4 سيفيريتي، يعني حدة المرض تكون درجة الثالثة او الرابعة. هاي زيادة تصير بالباكت سيل فوليوم، الديكريز يعني النقصان بالباكت سيل فوليوم او تقل النسبة مالتها بالانيميا فقر الدم، سيروسيس اوف ذا ليفر تشمع الكبد، نعم تشمع الكبد، البريجنانسي بالحمل والهيموراج النزف due to ectopic pregnancy الحمل خارج الرحم اللي هو pregnancy due to implantation انغماس الفرتلايزد اوفوم البيضة المخصبة in tissues other than uterine wall في انسجة خارج بطانة الرحم which is characterized by the vaginal bleeding. The blood indices مؤشرات الدم، the blood indices are the calculations derived from the red blood cell count. منين جاي هاي المؤشرات؟ حسابها من معدل كرات الدم الحمراء، hemoglobin content of blood المحتويات صبغة الهيموغلوبين بالدم، والباكت سيل فوليوم اللي قلنا اللي حكينا عليه الآن اللي كريات الدم المعبأة. importance of blood indices، شنو أهمية البلد indices مؤشرات الدم؟ blood indices help in diagnosis of type of anemia، إذن هي تساعدنا على شنو؟ على تشخيص أنواع فقر الدم. ال different blood indices شنو أنواعها؟ تضمن mean corpuscular volume، mean corpuscular hemoglobin، mean corpuscular hemoglobin concentration و color index. هسه كلهم طبعا راح نحكيهم بالتفاصيل وطريقة حسابهم. mean corpuscular volume is the average volume of a single red blood cell، إذن هو شنو؟ معدل حجم كرية دم حمراء واحدة فقط مفردة. and this is expressed in cubic microns، ويعبر عنها بالcubic microns الوحدة الحساب مالتها. normal mean corpuscular volume أو نسميه mean cell volume 90 cubic micron، والرينج المعدل من 78 to 90 cubic micron.
وين مين كوربوسكولار فوليوم از نورمال لما تكون يعني بالمعدل الطبيعي. الريد بلاد سيل شو نسميه؟ نسميها نورموسيتيك، نورموسيتيك يعني حجمها يكون ضمن الحد الطبيعي. وين مين كوربوسكولار فوليوم انكريزز لما تزداد هذه النسبه، السيل از نون از ا ماكروسيتيك او ماكروسايت نسميه، زين يعني تزداد حجم كرة الدم الحمراء. And when it decreases, the cell is called microcytic. فإذا normocyte, macrocyte, ومacrocyte ومicrocyte حسب المين cell volume إذا كان normal أو increase أو decrease. And in pernicious anemia and megaloblastic anemia، هاي النوع الأنيمي نأخذها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. The red blood cells are macrocytic، يعني حجم كرة الدم الحمراء يكون كبير. In iron deficiency anemia, red blood cells are microcytic، تكون فقر الدم نتيجة نقص الحديد، تكون حجم الخلية يكون صغير. السلمين كوربوسكولار فوليوم عبارة عن الهيماتوكريت اللي هو PCV packed cell volume مضروب في 10 multiplying dividing by red blood cell RBC count بالمليونز بر كيوبك مليمتر. هسا example من cell volume، خلينا نقول 42 packed cell volume أضربها في 10 على number of red blood cell 5,000,000.7 per cubic millimeter، النهاية يكون 73. Normal mean corpuscular volume اللي هو راح يصير 90 minus plus 10. Mean corpuscular hemoglobin النوع الثاني أو القراءة المؤشر الثاني للبلد. Mean corpuscular hemoglobin هو شنو هذا؟ quantity or amount، كمية الهيموغلوبين present in one red blood cells، يعني كمية الهيموغلوبين المتواجدة في كرة الدم حمراء واحدة. It's expressed in pictogram، نسميها ما يسمى بالبيكتوغرام أو نسميها مايكروغرام الوحدة مالتها الأصل مالتها. Normal value of mean corpuscular hemoglobin is 30 بيكتوغرام أو المعدل 27 to 32 بيكتوغرام، 27 إلى 32. الطريقة حسابها mean corpuscular hemoglobin، ايضا الهيموغلوبين هنا احنا من اخذنا المين كوربوسكولار فوليوم حسبنا شنو، اخذنا الهيماتوكريت في 10. هسه لا شنو، بما انه هو هيموغلوبين نحكي على الهيموغلوبين، فاخذنا الهيموغلوبين بر جرام بر ديسيليتر ومضروبه في 10، ونفس الشيء ريد بلاد سيل كاونت بالمليون بر كيوبك مليمتر. اكزامبل 14 خلينا نقول الهيموغلوبين في 10 ديفايدنج باي 5.8 مليون يساوي 424 قلنا منشن نسمها سميناها بيكتوغرام الوحدة مالتها. النورمال هاي 29 بلس ماينس 2 بيكتوغرام. الثيرد انديسيز بلد انديسيز مسمين كوربوسكولار هيموغلوبين كونسنتريشن، هاي يتعامل مع التركيز مو الكمية وإنما التركيز. الهيموغلوبين كونسنتريشن أوف هيموغلوبين إن وان ريد بلاد سيل، it is the amount of hemoglobin expressed in relation to the volume of one red blood cell، يعني تركيز الهيموغلوبين اللي بالعلاقة مع شنو، حجم كرية الدم الحمراء، الحجم حجم الكرية. So the unit of expression is in percentage. This is the most important absolute value in the diagnosis of anemia. هذه أكثر وحدة هي حقيقة تكون يعني قيمة مطلقة في تشخيص فقر الدم. Normal value of the mean corpuscular hemoglobin concentration 30%، والمعدل 30% to 38%. فنتعامل وياها بنسبة مئوية. When mean corpuscular hemoglobin concentration is normal, the red blood cell is normochromic. لما تكون النسبة هي طبيعية، إذا شنو؟ نعبر عنها RBC نقول normochromic. When the mean corpuscular hemoglobin concentration decreases، تقل، نسميها شنو؟ hypochromic. ما عندنا طبعا هسه راح نحكي يقول ان انا اسندر بلاسل كانوت بي هايبركروميك بيكوز ذا اماونت اوف هيموغلوبين كانوت انكريز بياند نورمال، وماكو عندنا هايبركروميك، اذا نورموكروميك او هايبركروميك. ان برنيشس انيميا اند ميغالوبلاستيك انيميا ريد بلاد سيلز ار ماكروسايت، حجمها كبير، نورموكروميك اور هايبركروميك، وصبغه الهيموغلوبين اما تكون نورمو او تكون هايبو، اما طبيعيه او قليله. بالايرون ديفشنسي انيميا الار بي سي مايكروسيتيك يصغر حجمها وتكون هايبوكروميك قليله الصبغه. هسه طريقه الحساب مين هيم مين كوربوسكولار هيموغلوبين كونستريشن كالكوليشن، هيموغلوبين قلنا جرام بير ديسيتر ملتيبلاينج 100 ديفايدنج باي باكيت سيل فوليوم مقسمه على الحجم.
Example, hemoglobin 15 جرام per deciliter أو per 100 ml. الهيماتوكريت 45%. الحساب مالته المين كوربسكولار هيموجلوبين كونستريشن 15 جرام ملتبلاينج 100 ملتبلاينج 100 يعني بيرسنت على ديفايدد باي 45%. النتيجة 33.3%. النورمال طبعا 34 بلس ماينس 2%. طبعا هاي هماتين أيضا قراءة، ممكن أيضا بالكتب أخرى نلقى قراءة أخرى. الكولر اندكس شنو متقاربة تكون يعني ضمن الحد الطبيعي. الكولر اندكس is the ratio between the percentage of the hemoglobin and the percentage of the red blood cells in the blood. إذا الكولر اندكس مؤشر اللون، نسبة between نسبة الهيموغلوبين ونسبة كرات الدم الحمراء بالبلد. Actually it is the average hemoglobin content in one cell of a patient. إذا هي معدل مكونات الهيموغلوبين في خلية واحدة لشخص المريض، نقارنها وياً مع الشخص النورمال. زين نفس المعدل مال الهيموغلوبين كونتنت، ولكن شنو المقارنة بين البيشنت يعني المريض وبين النورمال بيرسن الشخص الاعتيادي أو الطبيعي. النورمال كولر اندكس از 1 والبيرسن يعني الرينج من 0.8 to 1.2. It was widely used in olden days, however it's useful in determining the type of anemia. إذن مهمة أيضا في تحديد نوع الأنيميا. It decreases in macrocytic pernicious anemia and megaloblastic anemia. تزداد هذه النسبة الكولر اندكس وreduced in iron deficiency anemia في فقر الدم نتيجة نقص الحديد. And it is normal in normocytic normochromic anemia وتكون طبيعية في حالات فقر الدم اللي تكون كريات الدم الحمراء طبيعية والنورموكروميك يعني حجم الكرية طبيعي يكون وكمية الصبغة أيضا تكون واللون طبيعي. Calculation of blood index as we mentioned. إحنا طبعاً هسه راح يصير فد يعني نضيف فد example. قلنا blood indices are calculated by using different formula اللي هي من خلال RBC count, hemoglobin content and packed cell volume. For example, in the blood of a male في أحد الأشخاص ال male subject أو يعني patient, the RBC count 4 million per cubic millimeter, hemoglobin content 8 gram per deciliter, and PCV 30%. هسه إحنا ذني ثلاث مكونات، هاي ثلاث مكونات القناش راح نحسب من خلالها. نحسب من خلالها البلد انديسز مؤشرات البلد. الكولر اندكس اند المين سيل فاليوم مين سيل هيموجلوبين اند مين سيل هيموجلوبين كونسنتريشن ار كالكوليتد اس فولو. الكولر اندكس قلنا كالكوليتد باي ديفايد هيموجلوبين بيرسنت على الار بي سي كاونت بيرسنتج. بس انا الهيموجلوبين بيرسنتج نقسمها على ار بي سي بيرسنتج. الهيموجلوبين شلون اطلع نسبه الهيموجلوبين شلون اطلعها؟ اطلعها من خلال هيموجلوبين كونتنت للمريض في 100 على هيموغلوبين كونتنت بالنورمال بيرسون. ايش قلنا احنا؟ قلنا الكولر اندكس نسبه الهيموغلوبين للشخص المريض على نسبه الهيموغلوبين بالشخص الاعتيادي او الطبيعي مضروبه في 100. زين هنا patient compared to the average hemoglobin content، فهنا نقول 8 جرام اللي هي قلنا 8 جرام على ال 15 جرام، هذا الشخص المريض 8 جرام نسبته شلون قليله على 15 جرام الشخص الطبيعي في 100، فطلعت لنا 53.3%. The RBC count in the subject. RBC شلون نحسب البيرسنت مال RBC؟ نسبة كريات الدم الحمراء بالشخص المريض على نسبة كريات الدم الحمراء بالشخص الطبيعي مضروبة في 100. فهنا 4 مليون وهنا 5 مليون في 100 راح يطلع لنا 80%. By using these two value, color index is calculated by إنه الهيموغلوبين على بيرسنت على ال RBC بيرسنت طلع لنا 0.667. بينما احنا قد قلنا النورمال فاليو والكولر اندكس قد قلنا الهاي نورمال فاليو هاي قلنا تقريبا 1 والمعدل 8/10 الى 1/2/10. وايش قد طلع لنا هنا؟ طلع لنا 0.67 يعني اقل من المعدل الطبيعي. البين كوربسكولار فوليوم ايضا as we mentioned PCV على ال RBC count. زين البي سي بي قلنا نطبق الآن البي سي بي مالته 30 أيضا قليل، شوف شلون قليل على الار بي سي كاونت اللي هي 4 مليون. زين طبعا هاي قلنا البي سي بي مضروبة في 10 مقسومة على 4 بحسب ما قلنا دي الساشن طريقة حساب المين سيل فوليوم فراح يعطينا 75. المين كوربسكولار هيموغلوبين، المين كوربسكولار هيموغلوبين هيموغلوبين ان جرام بير 1000 مل اوف بلاد على ال RBC count المليون per cubic millimeter. هنا أنا المين سيل هيموغلوبين هيموغلوبين in gram per 100 ml of blood
multiplying by 10 على ال RBC count in million per cubic millimeter اللي تساوي تقريب 82 وهنا multiplying by 4 زين ايش راح ينطينا؟ ينطينا تقريبا هنا راح يصير 20 قلنا الوحدة هنا شو نسميها هنا قبل قليل هاي البي جي البي جي هنا هاي بيكتوغرام حتى تتذكرون الرمز مالته نسميه بيكتوغرام زين هسه هنا قلنا حسبنا هذا البيكتوغرام 20 بيكتوغرام ايضا طلع اقل من المعدل الطبيعي المين كربوسيكولر هيموجلوبين كونسنتريشن المين هيموجلوبين المين كربوسيكولر هيموجلوبين كونسنتريشن ايضا حسبنا بالهيموجلوبين نسبة الهيموجلوبين على باكت سيل فوليوم فثمانية هنا عندنا الهيموجلوبين على في 100 مقسوم على 30 باكت سيل فوليوم تقريبا 26.67% فهاي النسبة النهائية وأيضا أقل من الطبيعي ولذلك هنا نشوف ناس إحنا كلها عندنا طلع عندنا أقل من الطبيعي مؤشرات الدم هاي الأربع مؤشرات الدم كلها طلعت أقل من النورمال فاليو لذلك results of these indices indicate that the person is suffering from the microcytic hypochromic anemia which commonly occurs during iron deficiency anemia فإذا صار التشخيص أجمع إنه هاي المشاهدات شاف إنه كريات الدم الحمراء كانت حجمها صغير صبغات الهيموجلوبين قليلة وهذه المؤشرات معناها إنه تصير بحالة فقر الدم نتيجة نقص الحديد أرجو إن شاء الله استمتعتم واستفدتم من المحاضرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.